أما الآن نذهب وإياكم مستمعين الكرام لمساحة حوارية نتحدث فيها عن فعاليات منتدى المهارات البحثية الثالث، وحديثنا راح يكون مع الأستاذة نوف بنت علي السيابية، وهي عضوة في اللجنة المنظمة للمنتدى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أستاذة نوف، يسعد صباحك بكل خير. يسعد الله صباحك أخي خالد، وأصبح على المستمعين الكرام، وأشكركم على الاستضافة وتسليطكم الضوء على منتدى المهارات البحثية الثالث الذي سوف ينفذ إن شاء الله خلال فترة من 11 وحتى 22 من أغسطس. طبعا راح يكون بالشراكة ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعة العربية المفتوحة. ممتاز، حياكم الله أستاذ نوف. في البداية نتحدث عن أبرز الجلسات التدريبية اللي راح تكون حاضرة، والورش العلمية أيضا اللي يتضمنها منتدى المهارات البحثية الثالث. حقيقة أخي خالد، سوف يتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات التدريبية والورش العلمية التي تغطي مجموعة من الموضوعات التي ذات لا تكون بالمهارات البحثية للبحث النوعي. من هم هذه الجلسات طبعا والورش التدريبية التي تكون حاضرة إن شاء الله، عندنا جمع المعلومات ومراجعة الأدبيات في البحث النوعي، أيضا فروض ومتغيرات البحث النوعي وكيفية تصميم البحث النوعي والمجتمع والعينة، كذلك أدوات البحث النوعي اللي هي طبعا المقابلة والملاحظة وتحليل الوثائق. كما سيتناول المنتدى إن شاء الله تحليل البحث النوعي عبر استخدام تطبيق إمبيبو. إذن كل هذه الجلسات التدريبية وأيضا العناوين اللي راح تكون حاضرة ضمن فعاليات المنتدى، كيف لها أستاذ نوف أن تساهم في تعزيز مهارات البحث النوعي لدى طلبة الدراسات العليا؟ كل هذه الجلسات التدريبية والورش العملية والتطبيقية أيضا في أعمال المنتدى. نعم أستاذ خالد، سوف يسهم في طبعا تطوير مهاراتهم في التفكير النقدي والتحليلي لدى الباحثين، أيضا لدى طلب الدراسات العليا من خلال الجلسات التي ستقام والورش التدريبية العملية التي سوف يحضرونها. أيضا سيتعلمون تحليل بيانات البحث النوعي من خلال استخدام تطبيق إمبيبو. طبعا تطبيق إمبيبو هذا من أفضل التطبيقات في تحليل بيانات المختص بالبحث النوعي. أيضا عندنا المدربين سوف يستخدمون منهجية العصف الذهني، هذه أيضا بدورها راح تساهم في تطوير مهارات التفكير لدى الباحثين المشاركين إن شاء الله. خلينا ناخذ موضوع البحث النوعي، يمكن هذا يعني العنوان الأبرز في هذا المنتدى أستاذ نوف، ولكن هناك فلسفة وهناك أيضا مبادئ أساسية للبحث النوعي. نعم. إيش اللي راح تركزوا عليه من يعني من كل هذه الأمور، وكيف أيضا راح يتم تناولها في المنتدى؟ نعم أخي، البحث النوعي هو طبعا عبارة عن منهجية بحثية تستخدم عشان نفهم نحن الظواهر الاجتماعية الثقافية عن طريق جمع وتحليل بيانات غير عددية، لأن العددية تستخدم في البحث الكمي. يعتمد هذا النوع أيضا من البحث مبادئ وفلسفات تساعد الباحثين عندنا النوعيين إنه يقدم رؤى معمقة حول الظواهر الاجتماعية والثقافية المعقدة. طبعا هذه تكون صعبة القياس بالطريقة الكمية اللي متعودين عليها سابقا، اللي هي مثلا الفهم العميق للسياق، عندنا أيضا تفاعل بين باحث مبحوث، هذه كلها طرق بحث كمية، أيضا مرونة في التصميم والتنفيذ والانغماس والمشاركة وغيرها من الطرق الكمية السابقة. فالبحث النوعي طبعا يكون أفضل من هذه الناحية إن شاء الله. أيضا سؤال حول كيف يمكن الباحثين النوعيين أنهم يستفيدوا من الأساليب المتنوعة لما يجمعوا البيانات، مثلا الملاحظة، المشاركة، الاستماع للقصص والتجارب الإنسانية. طبعا أخي خالد، يمكن الباحثين النوعيين إن شاء الله الاستفادة بشكل كبير من الأساليب المتنوعة عندنا لجمع البيانات من خلال عدة طرق. الطرق عندنا ما شاء الله كثيرة، راح أتطرق بس لعدد بسيط من الطرق. طبعا يمكن المشاركة طبعا الفعالة مع المجتمع المدروس أن تبني الثقة بين الباحث والمشاركين، مما يجعل المشاركين أكثر استعدادا لمشاركة تجاربهم الصادقة والعميقة. أيضا فهم السياق بشكل أعمق، تحليل يكون عندنا متعدد الأبعاد، في بعض الملاحظات والحالات تكون عندنا الملاحظة هي الأسلوب الوحيد متاح عشان نحن نجمع البيانات في البيئات اللي يكون فيها عندنا اتصال مباشر بين المشاركين صعب، فنحن نستخدم الأسلوب اللي هو الملاحظة.
فمن خلال هذه استخدام هذه الأساليب عندنا يمكن للباحثين الحصول على رؤية أعمق وأكثر شمولية للموضوعات اللي راح يدرسوها إن شاء الله في هذا المنتدى. أيضا راح يعزز من جودة ودقة النتائج الأبحاث اللي راح إن شاء الله يقوموا بإنشائها. نعم طبعا المنتدى يستهدف العمانيين من طلاب الدراسات أو الدراسات العليا، وأيضا تنطلق فعاليات الأحد المقبل بإذن الله تنظم مثل ما ذكرتي أستاذة نوف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأيضا بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة. طيب إيش هي المعايير اللي تم اعتمادها لفرز واختيار المتقدمين اللي راح يشاركوا في النسخة الثالثة من المنتدى، وهل تم اختيارهم يعني خلاص ولا يعني في مجال أيضا للاختيار إلى الأحد القادم؟ نعم أخي خالد، خلاص نحن الحمد لله انتهينا من عملية الفرز. طبعا وصل العدد المتقدمين ما شاء الله إلى 130 متقدم. ممتاز. بعد عملية الفرز وصلنا لعدد 76 وزعناهم لمجموعتين، المجموعة الأولى من تاريخ من البداية حتى 15 من أغسطس، المجموعة الثانية من 18 وحتى 22 من أغسطس إن شاء الله. طبعا ما هناك في معايير جدا كبيرة نحن حطيناها، لأن هذه المنتدى يهدف ويستهدف عذرا فئة الماجستير والدكتوراه، فكان أهم عندنا أهم معيار إنه يكون من فئة الماجستير والدكتوراه. فما شاء الله يعني كان العدد والإقبال جدا كبير على هذا المنتدى الثالث. أيضا بلغ عدد الإناث ما شاء الله أكبر عن عدد الذكور الحمد لله. فيعني نتمنى إن شاء الله يكون منتدى يسهم في تحقيق الأهداف اللي نحن نسبيها إن شاء الله. احنا نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق في اعمال المنتدى اللي راح تنطلق باذن الله يوم الاحد القادم، منتدى المهارات البحثيه في نسخته الثالثه. شكرا لك استاذ نوف، يعطيكم العافيه. شكرا لك استاذ خالد، واشكرك على الاستضافه. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا للاستاذ نوف بنت علي السيابيه، عضوه في اللجنه المنظمه لمنتدى المهارات البحثيه الثالثه بتنظيم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأيضا بالشراكة مع الجامعة العربية.